السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا راح أتكلم، أنا قاعد هنا لأخبركم بخزية وبموضوع مهم جدا، وموضوع مرة مهم جدا. وهذا الخزية وهذا الموضوع، وما هو الخزية؟ هذا الخزية، هذا الخزية ظهور الإلحاد، ظهور الإلحاد في شبابنا العربي، ظهور الإلحاد في المسلمين في البلاد، المسلمين بلاد الإسلامية وبلاد العربية. وما هو سبب؟ وسبب وراء هذا الخزية وهو الاستمرار، استمرار استهداف أن الأعداء الإسلام إلى جانب المسلمين وإلى جانب شبابنا العربية المسلمين خلال خدماتهم عبر اليوتيوب. أعداء الإسلام صنعوا وبدأوا قناتهم، عددهم آلاف آلاف ومئات قنوات وشانل باليوتيوب، بدأوهم واستهدافهم على الإسلام المسلمين. من ناحية الأخرى، لا يدرك شبابنا العربي مؤامرات ومكر أعداء الإسلام والمسلمين. إن شبابنا العربي لا يمتلكون معرفة التعليمات الإسلامية. إن البلدان المسلمين وبلدان العربين يحكمها أما الملوك، ملوك وسلاطين وأمراء وحكام، وأمراء الحكام المسلمين يرغبون يريدون إبعاد المسلمين عن التعليمات الإسلامية، تعليمات إسلامية، لأنهم يخشون إذا عرف المسلمين تعليمات الإسلامية سيطلبون الديمقراطية وسيطلبون الحكم الشرعي في بلدانهم. لذلك فإنهم جميع الحكام العربي في البلدان المسلمين يسمحون بكل أنواع الأنشطة الترفيهية واللهو واللعب في كل بلدان المسلمين، حتى ينشغل المسلمين بالمتع ويجب إبعادهم عن دين الإسلام والتعليم الإسلامي الحقيقي لجهل. وهذا الإسلام الحقيقي وأعداء الإسلام، وأعداء الإسلام يستغلون هذا الجهل وهذا الفرصة لدي شباب العربي لتحويلهم إلى ملحدين من خلال إذاعاتهم الكاذبة على عبر اليوتيوب، وتحويل الآلاف من الشباب العربي إلى الإرهاب. لذلك بدأت قناة التعليمية الإسلامية مكونة من 40 حلقة على يوتيوب. هذا السلسلة التعليمية باللغة الأردية في الوقت الحالي، ولكنها ستكون باللغة العربية العامية ولغة العربية الدارجة قريبا إن شاء الله. السلام عليكم.